أعزائنا المشاهدين أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم تعليم المسيح بنشكركم على استضافتكم لنا في بيوتكم من خلال شاشة التلفزيون وبنرحب بكم في البرنامج ضيوف معانا في البرنامج ومشاهدين أعزاء علينا موضوع حلقة النهاردة اللي هنتناقش فيه عن الشهوة قال يسوع هذه الآية الواضحة والصريحة في إنجيل متى وصح خمسة قال المسيح أن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها قد زنى بها في قلبه علشان نقدر نتكلم عن موضوع الشهوة وما مفهوم الشهوة وما حدودها في المسيحية استضفنا معانا ضيف عزيز علينا الأسيس أمجد أهلا وسهلا الأسيس أمجد إحنا سعداء جدا أنك موجود معنا ونتمنى أن ربنا يدينا كلام مع بعض النهاردة نستمتع به ويكون بركة لأعزائنا الضيوف أمين أمين حضرتك هذه الايه وردت في انجيل متى صح خمسة جزء من تعاليم يسوع المعروفه باسم الموعظه على الجبل تعاليم رائعه جدا ساميه جدا عميقه جدا قال يسوع هذه العباره ان كل من نظر إيه الى امراه ليشتهيها فقد زنا بها في قلبه اولا ايه معنى كلمه شهوه وهل كل شهوه خطيه معنى كلمه شهوه يعني تمني اللي بيشتهي شيء بيتمنى شيء يشتهي ممكن اكل يشتهي لبس معين يشتهي يدخل كليه معينه يشتهي سافر بلد معينه يشتهي يرتبط بفتاه او ترتبط بشاب معين كل الكلمات دي اسمها اشتهاء او تمني شيء ما بس اشتهاء بمعنى أمر ملح أو مش أمر ملح أمرا محتاجه جدا بتمناه بشدة فرق كبير لما بقول أنا أتمنى شيء وأنا أشتهي شيء أتمنى الشيء آه هي أمنية لكن يمكن الاستغناء عنها لكن اشتهاء الشيء التمني بإلحاح رغبة ملحة في داخل الإنسان بتخليه بيشتهي شيء معين آه سؤال حضرتك الثاني هل الشهوة خطية طبعا لا مش كل شهوة خطية نفترض انا بشتهي اني اكرم الرب في خدمتي بشتهي اني اكون اسره لمجد المسيح بشتهي اني احصل على اعلى المراكز العلميه بشتهي اني اشتغل شغل معين ده كله مش غلط امتى تكون الشهوه خطيه عندما يكون الشيء الذي اشتهيه ضد مشيئه الله او خارج نطاق الشرعيه او اشتهي شيء مش بتاعي مش لازم تكون فتاه او امراه لكن حتى لو شيء الكتاب المقدس علمنا في العهد القديم قبل ما يقول لا تشتهي امرأة قريبك البيت قريبك أو كل ما هو لقريبك أشوف عربية جميلة حضرتك راكبها أشوف منزل فخم جميل عندك فأشتهي الشيء ده أن يبقى ملكي أنا على فكرة لو اشتهيت ده برضو مش خطأ لكن إمتى تكون الشهوة خطية لما أتمنى زوال الشيء من عند حضرتك واخده أنا أو أحقد عليك ليه أنت عندك وأنا ما عنديش ليه حضرتك تمتلك وانا لا امتلك هذا الشيء؟ هنا تكون الشهوه خضية لانها خارج نطاق الروحيات وخارج نطاق الشرعي يعني هل مثلا لو ان جاري عنده عربيه كويسه، يلعب فيها ان انا اشتهي انا نفسي في عربيه زي العربيه دي؟ بالعكس انا مش شايف انه ما فيش اي غلط بس في حاجه يعني وما نيل المطالب بالتمني. بل تؤخذ الدنيا غلابة يعني ايه الكلام ده يعني اه انت مش تهي عربية قريبك ولا جارك انت ايه اللي عملته عشان تاخد العربية ايه امكانياتك علشان تمتلكها حلو يكون عندك حاجة اسمها طموح انا طموحي ان يكون عندي بيت جميل زي بيتك عندي عربية زي عربيتك ارتبط بانسانة مهذبة جميلة زي مثل ارتبطت بيا حضرتك وهكذا ده اسمه طموح وكونه يتحول الى شهوة برضه مش غلط بس ضع الشهوة في المسار الصح ضع الطموح في المكان الصحيح أنا اشتهيت عربيتك يبقى لازم أشتغل وكافح واجتهد عشان أحصل على راتب معين يؤهلني أن في يوم من الأيام أشتري عربية زي زي عربيتك الحاجة التانية ما لازم يكون عندي حاجة اسمها كبح الجماح يعني كبح الجماح مش كل حاجة أشوفها أشتهيها ما أحيانا الله خلق حضرتك في وضع مادي معين ربنا مش عايزنا نكون في الوضع المادي ده فربنا عايز يعلمني حاجة اسمها الاكتفاء مش كل حاجة أشوفها عيني أشتهيها بالعكس ده أكتر الناس بتشتهي كل شيء وبتاخد كل شيء بتصاب بالكآبة طب حضرتك عرفت ان الشاف حد ذاتها مش خطيه تمام لكن لو انا شفت جاري عنده عربيه وانا بشتهيها وانا نفسي يبقى عندي عربيه زيها قلنا ده مش خطيه في حد ذاتها تمام اذا كان عندي القدره للعمل والاجتهاد والحصول على عربيه زيها لكن لو واحد ما عندوش القدرة إنه يحصل على مثل هذه السيارة آه. فالشهوة بتاعته نتجت إن لو شفت مثلا مشكلة في عربية صاحبي وعارف لو هو طلع بيها الصبح آه. العجلة هتقع والعربية هتحصل فيها حادثة آه. فكويس خلينا نحصل آه. نخلص منها أو آه. أنا مش قادر أحصل على عربية زيها فمن باب الحقد آه. اجي بالليل واروح خابط له مثلا العجل المطوى افرقع له الكوتش بتاعه اجرح حاله اعمل له اي حاجه هل المشكله هنا في الشهوه ام في التصرفات الشخصيه آه. الناتجه عن الشهوه هنا هنا اكتر من مشكله يا سيس المشكله الاولى ان الشهوه لم يوضع لها كنترول لم يوضع لها تحكم فالشهوه في حد ذاتها مش غلط يعني مش بس السياره زي ما قلت لحضرتك انا شفت اي حاجه عجبتني ده مش غلط انا اشتهيت م. امر ما لكن لو الشهوه ما تحطش ليها كنترول تحكم معين هتتحول من شهوه الى حقد الى حسد الى غيره الى عدوانيه ايه بقى العدوانيه زي ما حضرتك قلت اضرب له الكاوتش اعمل له مشكله في البيت بتاعه اعمل اي حركه فيها نوع من انواع الحقد والحسد والشماته هنا الشهوه ما شهوه بقت طب خضية. لو انا ما قمتش بفعل ضد ضد قريبي اللي انا بشتيه حاجته اه لكن انا عارف ان هذه الاشياء معرضه للخطر ولم انذره م. هل هذا يضعني في موضع مثلاً انا ما عملتش ولا حاجه آه آه. بس انا عارف ان العربيه بتاعته في مشكله في الفرامل م. ولو طلع بيها يعمل حادثه هو كمان يمكن يموت طبعا وانا طبعًا. ما عملتش ولا حاجه طبعا خطيه حسب كلمه الله كل من يعرف ان يعمل حسنا كل من يستطيع ان يفعل حسنا ولا يفعل فذلك خطيه له كوني اسكت وانا عارف انه في ايذاء ليك واسكت انا كده ساهمت في الايذاء بشكل غير مباشر, مباشر. لانه حتى فكرة الحماقه خطيه خطي. اه عبد احنا يا دوبك بس ابتدينا نفتح معنى كلمه الشهوه م. لكن عندنا اسئله كتير في موضوع الشهوه وكيف نضبط شهواتنا احنا هناخد فاصل مع اعزائنا المشاهدين وهنرجع مع بعض نستكمل الحديث عزيزي المشاهد احنا بنشكرك على حسن استماعك لهذا البرنامج أتمنى أن يكون عندك اشتياء أنك تسمع عن موضوع الشهوة وماذا علم المسيح عن الشهوة وكيف نضبط شهواتنا هذا أمر مهم جدا في حياتنا اليومية هناخد فاصل مع بعض لكن أتمنى أنك يكون عندك فرصة تحضر ورقة وقلم بسرعة وتكتب البيانات وطريقة التواصل معنا من على الشاشة ثم نستكمل الحديث بعد الفاصل <applause> أعزائنا المشاهدين مرحب بكم مرة أخرى لاستكمال ما بدأناه في مناقشة موضوع الشهوة طبقا للآية التي قالها السيد المسيح أن من نظر إلى أمرأة ليشتهيها فقد زنى بها حضرة الأسيس أهلا ومرحب بك مرة ثانية أهلا بك لاستكمال رسيس. حديثنا الذي بدأناه حضرتك عرفت لنا إيه معنى كلمة الشهوة وأن الشهوة في حد ذاتها ليست خطية الآية اللي ذكرها المسيح هنا في إنجيل متى صح خمسة أن من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها مم. لماذا حرم الله شهوة المرأة بالذات؟ لا والكتاب المقدس لم يحرم شهوة المرأة بالذات مم. وفي العهد القديم زي ما كنا بنقول قبل الفاصل الرب حرم شهوة أي شيء إذا كان هذا الشيء أنا لا أمتلكه إمتى حضر سيتي تبقى الشهوة فعلا خضية لما أشتهي شيء هذا الشيء ليست ملكي فيعني مثلا نضرب مثل باللي قلناه كتير قبل قبل الفاصل حضرتك عندك سياره لو انا اشتهيت اكون عندي زيها ده مش خطيه لكن لو انا اشتهيت أنه سيارتك انت انا اخدها او انت تحصل لك حاجه بعد الشر عليك وانا اخدها هي دي الخطيه في العهد الجديد لما اتكلم عن المراه بيتكلم عن الشهوات عموما لكن ضرب مثال بالمراه ولا سيما انه ان قليل ما يقول لك واحد انه اشتهى سياره او اشتهى بيت او اشتهى مركز لكن اللي بيتكرر كتير ولا سيما في الشارع حتى في العلاقات في المعاملات ان واحد يشوف امراه بيشتهيها وبيشتهيها ليست معنى يمتلكها لكن بكل اسف يشتهيها لمجرد الغريزه الحسيه الغريزه من يعني بشكل اوضح الغريزه الجنسيه نظرة مم. الى امراه واشتهاها عشان كده اللي بعدها ما قالش قد امتلكها في بيته لا قد زنى بها في قلبه فهنا معنى كلمة اشتهاها مش يعني اتجوزها ولا حتى حبها تمنى أن يفعل معها الشر هنا الشهوة أخذت الأمر الحسي أخذت الأمر الخارجي وتركت جوهر الشيء طب هل في طريقة أقدر أقوم بيها عشان أكبح جماح طاقاتي وميولي التي قد تؤدي إلى الخطية داود زمان صلى صلاة مؤثرة ومعبرة قال له إيه للرب قال له حول عيني عن النظر إلى الباطل إيه قبل ما أقول له يا رب حوش الباطل اللي قدام عيني ما عمر الباطل ما هيتحاش ما طول ما أنا ماشي في الشارع طول ما أنا في المجتمع طول ما أنا في الشغل أنا قدامي ستات وقدامي بنات وحتى الستات والبنات ما قدامهم رجال وشباب مش معقولة ربنا يخلي لي كل الستات غفر عشان أبطل أشتهي ولا هي تشوف الرجال ولا ما يفرقش معاها لا المشكلة مش في الرجال ولا في الستات المشكلة في أنا سليمان الحكيم قال النفس الشبعانة تدوس العسل الشخص اللي بيشتهي ده شخص غير شخص غير ممتلئ لا يشعر بالشبع الكوباية الصغيرة اللي قدامنا دي لما بتكون مليانة بأي سائل لو حطينا أي سائل آخر لا تقبل إنها لأنها مليانة الشخص اللي عينه مليانة بالرب والشخص اللي قلبه مكتفي بما عنده ده ما نخافش عليه من الشهوه لانه دايما شاعر بالملء التعبير الدارج اللي احنا بنقول دايما فلان ده دا مالي عيني مالي عيني يعني مالي عيني مخليني مش شايف معاه شيء شيء اخر فاكبر وافضل حل وعلاج للشهوه اني امتلئ امتلئ بكلمه الله أشكر الله على من عندي من أفراد أسرتي سواء كانت زوجة أو أولاد أو إلى آخره أو ممتلكاتي لأن الشهوة قد تكون في الأمور الروحية الشهوة قد تكون في الممتلكات المادية الشهوة قد تكون في الاحتياجات والرغبات الجنسية الشهوة قد تكون في العلاقات العاطفية لما الله بيسدد الاحتياج لما الله بيشبع القلب والعين يبقى الواحد ما عندوش أي رغبة لأي شيء آخر يشتهي طب الكثير بالذات من الناس اللي بيتجهوا الى الاتجاه النفسي والسيكولوجي م. بينصحوا انك لو عندك رغبه او شهوه حاول تمارس نوع من انواع الرياضه واعمل حاجه تشغل وقتك عشان تشغل تفكيرك عن الشهوات اللي جواك بالذات م. للشباب م. هل ممكن هذا يكون حلا للمشكله ام ان الحل يحتاج الى علاج روحي اكثر منه؟ مجرد علاج خارجي آه آه. أنا أشكرك حضر أسيس إنك أصرت النقطة دي إحنا عندنا مدرستين كبار في المشورة في آه. مدرسة اسمها مدرسة المشورة الكتابية ومدرسة اسمها مدرسة المشورة النفسية الرأي اللي جنابك قلته ده رأي المشورة النفسية إنك اشغل وقتك اقرأ كتير مارس رياضة إيه خلي فيه هواية عندك ودي هتخليك ما عندكش وقت انك تفكر او تشتهي او الى اخره انا شايف انه ده علاج مسكن وليست علاج جذري وليست علاج حقيقي انا مش هفضل اليوم كله في الجيم ولا هفضل اليوم كله اقرا كتب والغاز ولا هفضل اليوم كله مشغول بحاجة لا أنا كده واحد بديله مسكن وبعد شوية الشهوة موجودة <applause> ولا سيما أنه الشهوة ما حاربتنيش وأنا صاحي بتحاربني بتحاربني وأنا نايم طب انا صاحي بقرا كتب انا نايم اعمل ايه الكتاب جنبي مش هينفع ده كلام غير منطقي لا الحل الصحيح مش ان طبعا ممارسه الرياضه والقراءه ده كويس جدا بس مش هو ده الحل الحل بتاع القراءه والرياضه ده حل مسكن الحل الحقيقي كلمه الله لما اشبع بكلمه الله لما يكون لي علاقه حيه مع الرب العلاقه دي بتشعرني بالامتلاء والاكتفاء مثال من كلمه الله كان عندنا واحد مش خادم عادي كان اسقف اسمه تيموساوس مهم. وتيموساوس كان شاب كان تقريبا في الثلاثينيات يعني في الثلاثينات من عمره تيموساوس كان محارب في سن الشباب الشهوات الشبابيه بدليل ان الرسول بولس قال له اما الشهوات الشبابيه فاهرب منها طب ايه الحل يهرب منها ازاي قال له اتبع علشان تهرب لازم تتبع وده اللي احنا بنقوله علشان تمتلئ لابد ان تتفرغ يمتلئ بإتباع البر والايمان والقداسه والتقوى قال له على الحاجات اتبعها كان قال له قبلها ايه روض نفسك للتقوى مين اللي بيتروض يا حضره القسيس اللي بيتروض ده الحيوان مش اي حيوان مش الحيوان الاليف ده الحيوان الشرس عاوز اقول له انت جواك حيوان مفترس اللي بيشتهي اي شيء دايما لما اي حد بيغتصب فتاه يسموه دايما في الصحافه والاعلام يقول لك ذئب ليه ذئب حيوان مفترس ما عرفش يسيطر على على شهواته عشان كده قال كتاب ان مالك نفسه خير ممن يملك مدينه ده واحد ما عرفش يسيطر على الحيوان اللي عايش اللي عايش جواه فبولس بينصح تيمساوس بيقول له لو عايز تهرب من الشهوات لو عايز تعيش شاب تقي امين اعمل ايه روض نفسك مش للرياضه مش روض نفسك للقراءه ما عنده كله ده صح قال له على القراءه والكلام ده كله بس روض نفسك للتقوى ما معنى كلمه التقوى مخافه الله انا بخاف الرب قبل منظر انا بخاف الرب قبل ما اشتهي أنا بخاف الرب هل توجد شهوة إيجابية وشهوة سلبية؟ أه طبعاً في شهوات إيجابية بالعكس ده الشخص الطموح هو الشخص اللي عنده شهوة بيشتهي إنه يوصل في مركز معين بيشتهي إنه يخدم الرب خدمة أعظم الرب نفسه في مرة اشتهى فاكر حضرتك لما قال للتلاميذ شهوة, شهوة, شهوة اشتهيت. اشتهيت كان بيتكلم عن الكسر الخبز وعن عشاء الرباني مرة الرسول بولس قال لي اشتهاءً أن أنطلق وأكون مع المسيح تيميساوس أولى ثلاثة واحد يقول لهم إيه؟ يقول الرسول لتيميساوس يقول له إن ابتغى أحد الأسقفية يشتهي عملا صالحا صالح. فالشهوة في حد ذاتها طالما الشهوة لشيء جيد لشيء مفيد في هذه الحالة ليست الشهوة خطية الكتاب يقول أن مالك نفسه خير من مالك مدينة نعم ازاي اقدر ادرب نفسي واروض نفسي ان اكون عندي ضبط النفس علشان اقدر ارضي الله كلمة السر في الامر ده حطر قسيس كلمة من حرفين هي اصغر الكلمات واقل في الحروف لكنها اصعب الكلمات واعقدها في التنفيذ وهي كلمة لا انك تعرف تقول لنفسك لا انك تدرب نفسك أدي تعبير رائع استخدمه الرسول بولس قال في كل شيء تدربت مش تعلمت الكبح بتاع جماح الشهوات وكون اقول للجسد لا للخطيه لا للنجاسه لا للجنس لا للحب خارج نطاق واطار الزواج لا ده كله لازم اتعلم كلمه كلمه لا اصعب كلمه الانسان يقولها لنفسه كلمه كلمه لا وحضرتك لو لو جينا بسرعه مرينا على اربعه خمسه من رجال الله تلاقي سر النجاح في حياتهم كلمه كلمه لا موسى قال لا أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون لا. يوسف قال لمراد لا كيف أصنع هذا الشر وعلى فكرة كل واحد بيقول لا كان في شهوة وراها موسى لا للصولجان بتاع فرعون والملك يوسف لا للنجاسة والشهوة الجنسية دانيال أما دانيال فجعل في قلبه إنه لا يتنجس مين تاني أليشع قالها النعمان ألح عليه أن يأخذ فأبى حي هو الرب الذي أنا وإبراهيم إبراهيم نفسه قالوا ملك سدوم قال له اعطني النفوس وخذ الأملاك قال له رفعت يدي إلى الله العلي مالك السماء والأرض لا أخذن خيطا ولا شاركنا نعل هم الخمسة دول كان وراهم شهوات لكن هم الخمسة قالوا كلمة لا ليه قالوا لا دور في حياة الخمسة كانوا شبعانين بالرب كان لهم علاقة حية مع الرب أول خطوة عشان أنتصر على الشهوة عيني تتملي بالرب رقم اتنين أدرب نفسي مش كل حاجة نفسي عايزاها أجيبها لها الشخص اللي يفضل كده عمره ما هيكبر أبدا لو أنا دلعت نفسي لو أنا بسطت نفسي هيجي في يوم نفسي تطلب طلب مش أقدر أجيبه لها أنا اللي هتجرح وأنا اللي هتكسر عود نفسك حتى لو في مطلق يدك أنك تعطي نفسك كل شيء قل لها لا سفر الامثال في ايه بتقول من فنق عبد يعني فنق عبد دلع العبد بتاعه من فنق عبد في حداثته ففي اخرته يكون منونا معنى كلمه منونا متمردا وده ينطبق على الجسد بتاعنا لو انا دلعت نفسي وكل حاجه اجيبها لنفسي اجيبها لنفسي كانك بتربي عيل صغير عايز دي يا بابا حاضر عايز دي حاضر عايز دي حاضر انت كاب مش قاعد له على طول بكره وبعد الولد لو طلب الطلب وما لقيهوش ممكن يسرق ممكن يقتل لان انت ما على كلمه على كلمة لا فالشهوة رقم واحد تمتلئ بالرب رقم اثنين أن تدرب جسدك وعقلك على كلمة لا الشهوة عادة ناتج عن غرائز وضعها الله في داخلي نعم. مثلا بشتهي أكل دي مم. نتيجة غريزة الإحساس بالجوع تمام آه ليه الله بيديني غرائز تنتج عنها شهوة ثم يضع قوانين تحد من حريتي تمام آه الله لما وضع غرائز ده شيء طبيعي جدا لبقائي كإنسان فأنا لو ما جوعتش مش, مش هاكل شاكل. ولو ما اكلتش انا هموت انا جوايا غريزه جنسيه ليه ربنا حط الغريزه الجنسيه مش بس للتمتع لكن لوجود الجنس البشري ويحدث نوع من انواع من انواع التكاثر الله بيحط قانون علشان توصل سوء استخدامك لهذا القانون ليس ذنب الله على سبيل المثال القطار علشان يوصل لغايه المحطه اللي عايز يوصل لها بيمشي على قضيبين هو ماشي على القضيبين دول هيوصل، طول ما هو ملتزم بالقضبان لابد أن أن يصل. الله وضع غريزة، في قطار على قضبان وماشي لو أراد القطار أن يتحرر من القضبان، قال أنا زهقت بقى، أنا طلعت من اسكندرية لغاية رايح أسوان وأنا ماشي ماشي على نفس القضبان، أنا زهقت، عايز أبذل عربيات الملاكي أطلع يمين وأطلع شمال وأعيش براحتي، لو حب يطلع هيعمل إيه؟ هينقلب. الله وضع غريزة، ووضع إطار شرعي للغريزة الإطار الشرعي لغريزة الجوع أن تعمل إيه؟ أن تأكل الإطار الشرعي لغريزة الحياة أن تدافع عن نفسك الإطار الشرعي لغريزة الجنس أن تتزوج الله وضع المسؤوليات ووضع أيضا الامتيازات كوني أنا اسيء استخدام الامتياز فينقلب الامتياز الى عقاب ولطمه وكابه وكارثه دي مش مشكله ربنا دي دي مشكلتي انا. الدوله وضعت قانون قالت لك امشي بالعربيه على سرعه 100 لو انت تعديت السرعه 120 ودفعت غرامه ده مش عيب المرور ولا ده حتى السياره ده عيبك انت عارف القانون وكسرت القانون. طب ازاي اقدر اوصل لقمه تحقيق هذه الوصيه و إشباع قصد الله في حياتي وكبح جماح الشهوة الرضية. أول حاجة لازم أعرف، يعني إحنا قلنا نقطتين ونكمل عليهم. قلنا رقم واحد إني بكلية علاقة مع الرب، فالرب بيشبعني. الحاجة الثانية إني بعرف أقول لا للعالم، ولا للجسد، ولا للشيطان، وكل يوم أدرب أدرب نفسي. لكن رقم ثلاثة كمان خليني أفكر ولو قليلاً في عاقبة عاقبة الشهوة. الشهوة دايما لما بتكون شهوة بالجسد بعد انقضاء الشهوة بعد كده بنصاب بالكسرة ونصاب بالعار ونصاب بلا شيء ولا سيما في الشهوات الامتلاك احنا مرات بنعمل زي الطفل الصغير فاكر حضرتك وانت صغير حضر الاسيس والناس اللي بيتابعونا دلوقتي وانا عيل صغير بشتهي لعبة وامسك في ايدين بابا وماما واطلع هدوم هتقول اللعبه هتقول اللعبة افضل ماسك فيه بشكل غير عادي وبعد ما تعال اتفرج على ولد بعد عشر ده بيعمل ايه رمى اللعبه وبدا يعمل ايه يشتهي شيء اخر ناخد مثال من كلمه الله كان في واحد من اولاد داوود اسمه امنون فاكر حضرتك امنون اشتهى مين اشتهى اخته سمار كان بيحبها محبة غير عادية واشتهاها بشكل غير عادي هي كانت أخته من نفس الأب وليست من نفس الأم فاشتهاها أن يقيم معها علاقة جنسية وبالفعل أزلها واغتصبها وأقام العلاقة الجنسية فاكر التعبير الكتابي بعد العلاقة عليه الكتاب يقول الكتاب أنه كان بقدر ما أحبها عمل إيه؟ أبغضها على قد ما كان بيحبها كرهها إيه السبب؟ لأنها كانت عبارة عن عبارة عن شهوة والنهاردة أكتر حاجة بتعمل مشكلة أنه ياما ناس شباب بيقولوا شابات أو شابات بيقولوا م. شباب أني بحبك والكلمة لما تفحصها ما ملاش أي علاقة بالحب لكن عبارة عن عبارة شوية إيه؟ شوية شهو. شهوات لأنه ما فيش محبة حقيقية حضر الأسيس أنا بشكرك جدا على أمين. كل التعريفات الجميلة ديت وبتمنى أن مش مجرد معلومات تدخل أذهاننا وأذهان المشاهدين أمين. لكن بتمنى أن روح الله ياخذ هذه الكلمات أمين. ويجعلها تنضج في داخلنا أمين كلنا احنا والمشاهدين وينتج عنها حياة أمين كلمة الله غنية كلمة الله روح وحياة نعم ولما نعمل بها ناحية بشكرك جدا حضرة الأسيس شكرك ربنا يباركك وننتظر نتقابل في حلقات أمين أخرى أمين عزيزي المشاهد بشكرك جدا على استماعك لهذه الحلقة وبشكرك كمان على التواصل بيننا وبينك نحن ننتظر أن نسمع منكم أعزائنا المشاهدين سواء بتلفونات او بفايبر او التواصل من خلال السوشيال ميديا نستكمل الحوار ويمكن عندك اسئله كتير بتدور في ذهنك ربما تحتاج الى بعض المشوره مش عيب انك تسال المشوره مش عيب انك تطلب المساعده لكن العيب انك تكبت في نفسك وتتصرف بدون حكمه وبدون ضبط النفس ضبط النفس شيء رائع جدا ومهم جدا قال الكتاب كما ذكرنا ان مالك نفسه خير من مالك مدينة الكتاب علمنا أن الشهوة لو سبناها هينتج عنها خطية وأجرة الخطية موت الخطية هتجيب لك الموت الموت الجسدي ربما وأيضا الموت الروحي كسر العلاقة بينك وبين الله والعقاب في الحياة الأبدية ربما تخسر حياتك الأبدية لأنك لم تستطيع أن تضبط شهواتك ولم تجبح جماحها لكن ربنا يدي لك أن تتدرب على التقوى إلى اللقاء في الحلقة القادمة ربنا معك Música